Jabar GS na. Mangga ibu ani silahkan. Jo kalaresan meureun. Teu ada terus apal huruf mah pasti. Tubuh menuju mood mah sok daralan tapi menuju mood kira. Bismillahirrahmanirrahim. Eta di Nuainal ladina kafaru mim bani Israil ala lisanita Dawud. Wana panjang Dawud. Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Wiwi dua teh labi sama yaf'alu. Taro gathirum minhum yatawallawna alladhina kafaru labi asama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alayhim wa fil adabihim khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud walladina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanul ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli taru ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تحرير رقبة رونا دوا ya تحرير رقبة sip Famalam yajid fasiyamu thalathati ayyam Dhalika kafaratu aymanikum idha khalaftum Wahfadu aymanakum كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله.